في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. سعادة البيه مشغول على طول، ودي الصورة اللي بيحب الناس تاخدها عنه، انه ايه مش فاضي، ما عندوش وقت البيه، مشغول دايما، وهو طول الوقت اما عنده اجتماع او معاه تليفون او عنده معاد في جمعية رجال الاعمال او عاش عمل مع وفد اجنبي او معاد عند دكتور السنان او 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 رايح النادي ومش فاضي يا اخينا. انت الساعة بقت 6:15 وانا معادي 6 في النادي، كده هتأخر على جلسة المساج وحمام الساونا. مش معقول العطلة دي اخ عمرو. الله، الوقت من ذهب يا اخي، وانا وقتي بفلوس، مش معقول كده. الله، ايوه بس كنت عايز اقول لسعادتك. مفيش بس، قلت لك بعدين يا اخ عمرو. مشغول مشغول يا اخي، انت ما بتعرفش عربي يا اخي. بزي بزي فيري بزي. والحقيقه لازم اقول لكم عليها بقى، ان عبد العزيز بيه والله ما بيكون مشغول ولا حاجه، وانه بس بيحب يعمل المنظر ده عشان بيتهيأ له ان الناس كده هتحترمه اكتر وهتدي له وضعه في المجتمع. ده بقى غير انه بيدي انطباع لزملائه في الشركه انه راجل مهم وواصل وعنده معارف جامدين قوي، وايه بقى ايده طايله. الحقيقه ان عبد العزيز يا جماعه بيه ده بيعمل الهيلمان ده حواليه عشان عاوز الناس تحس ان الراجل شايل الشغل كله فوق دماغه، شايل حمل كبير على كتافه، ومشغول بمصالح الناس. ربنا يقويه، ربنا يهده، وعنده مواعيد دايما مع شخصيات مهمه. امال راجل مشغول يا جماعه، جدا مشغول جدا والله يا عمرو يا اخويا. امبارح بس كان عندي ميتنج الصبح في التجمع، وغدا مع وفد صيني في اسكندريه، تخيل. ومن اسكندريه رجعت على ميعاد تاني في فرع فيصل، تخيل يا عمرو، من اسكندريه لفيصل. وبعد كده كان لازم طبعا اروح النادي عشان ميعاد حمام الساونا بتاعي. تعب 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 والله يا عمرو، تعب قوي قوي قوي. ويفضل عبد العزيز بيه كده من اسكندريه لفيصل، ومن فيصل لشرم الشيخ، ومن شرم الاجتماعات طويله في مكتبه طول اليوم. اذا حاولت تدخل عليه السكرتيره تقول لك انا اسفه عبد العزيز بيه مش فاضي النهارده، زيزو بيه معاه تليفون مهم. زيزو بيه اصل الصحافه بتكلم الخبير زيزو عن وضع الاستثمار ومستقبل الدولار. والمفاجاه بقى انك بعد شويه تكتشف ان الاجتماعات الطويله دي كلها ايه، وهميه، وان باب المكتب المقفول ده طول اليوم كان عشان البي بيكلم المدام، كانت بتوصيه يجيب الخضار معاه وهو راجع البيت. الخضار يا عبد العزيز، الخضار يا زيزو. وماله يا سيدي لما اكون مشغول بالمدام وبالخضار، فيها ايه يعني؟ الله، والخضار ده مش مسؤوليه برضو؟ مش حاجة مهمة وضرورة من ضرورات الحياة عشان السلطة والغداء والعشاء ولا ايه؟ هي العيشة من غير طماطم وجزر وخيار تبقى عيشة؟ بذمتك سبحان الله عليك في طبعك يا اخي، اهو انت كده ضيعت وقتي على الفاضي، 5 دقايق من وقتي السمين ضعف كلام فارغ. لا 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 والله يا ابو عزيز بيه، الخضار مهم طبعا، والخيار مهم قوي عشان السلطة. وانا اسف يا سيدي اني قطعت عليك المحادثة الطويلة المهمة جدا مع المدام. بعتذر يا عم عبد العزيز اني بوظت عليك اجتماعك مع الطماطم والبسله والجزر. بقى يا راجل يا اونطاجي، مش عيب عليك توهم الناس انك مشغول وعندك اجتماعات وبتقابل وفود وعشاء عمل وميتنج مغلق، وانت في الحقيقه مشغول بالبتنجان والكوسه مع المدام يا زيزو. لا 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 لا، هي حصلت للكوسه كمان؟ لا لا، كله لا كده، ده تشكيك غير مقبول، غير مقبول ابدا. وعلى فكره انت كده معطلني على معادي مع بتاع الخضار. سلام يا زيزو، طريق السلامة يا حبيبي. والنبي وانت ماشي خد بالك ان الوقت كالسيف، ان لم تقطعه ايه قطعك، هيقطعك زي الخيار يا زيزو. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشابة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.